اللي يهمني بقى حته الانرجي ديت، لان ده اللي احنا بنسميه باسم البيك اور ابروتش. ايه البيك اور ابروتش دوت؟ هتكلم عليها دلوقتي. بما ان الباور متغيره، فانا همسك مثلا الخمسه وسبعه من عشره ديت اللي هو الرقم دوت، احنا بنشتغل بالمتوسط هنا. هقول والله ده الانرجي بتطلع لي على مدار اليوم، طبعا الكيرف عمال يتغير وهتبقى رخمه جدا ان انا اشتغل بالكيرف اللي بيتغير ده. فبما ان الانرجي 5.5 كيلو وات اور، الباور بتاعت الشمس متغيره، بتبدا مثلا من 6 الصبح تقعد الباور تزيد 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 وبعد كده ترجع تقل لحد المنظر ده. لا، انا هفترض دي طريقه بيسموها في طريقه الديزاين بيك اور ابروتش، هفترض ان الشمس ثابته على 1 كيلو وات. ثابته على 1 كيلو وات، انا اسف 1 كيلو وات اللي هي الستاندرد بتاعتها، بس موجوده وقت اقل بحيث انها تعمل نفس الانرجي او احصل منها على نفس الانرجي. يعني ايه؟ 5.5 ديت دي متغيره جدا، الناس قعدوا يقيسوها على مدار التغير. انا هفترض ان 5.5 ديت الباور ثابته ب1 كيلو وات للمتر المربع، لكن موجوده كام ساعه الشمس؟ 5.5 اورز بير داي. للتسهيل في عمليه الديزاين، والعالم كله بيشتغل بالطريقه ديت لانها اسهل طريقه، طبعا بوينت باي بوينت معقده جدا في طريقه التصميم. فبنفترض ان الشمس ثابته على 1 كيلو وات للمتر مربع و5.5. تاني، بدل ما الشمس تبقى متغيره، احاول اجيب ورقه فاضيه بس اشرح فيها مثلا في الحته ديت، بدل ما الشمس تبقى متغيره موجوده 12 ساعه او 13 ساعه بالمنظر ده، ممكن يكون اعلى حاجه بنوصلها هنا في مصر 900 وات للمتر مربع. لا، انا افترض ان الشمس لو قلت لك مثلا والله ده السولار راديشن المتوسط بتاع السنه، باكد تاني، مثلا في مصر 6 كيلو وات للمتر مربع بير داي. انا اعتبر ان الشمس ثابته على القيمه الستاندرد بتاعتي 1 كيلو وات للمتر مربع، لكنها بدل ما موجوده 12 ساعه لا موجوده 6 ساعات فقط، بحيث في الاخر اطلع نفس الانرجي يعني نفس الاريا، بحيث اضرب 1 في 6 يطلع لي 6 كيلو وات اور. يعني قلنا دي هنفصلها، هذا الباور 1 كيلو وات للمتر مربع والتايم 6 اورز، بحيث نضربهم في بعض يدينا نفس الانرجي اللي الناس تعبوا فيها وقعد يقول لك ان هي متقاسه على مدار متغير. طيب الديزاين ستيبس، اول ستيب ممكن نكتبها في سلايد فوق ديت لان ده جزء من الديزاين نفسه. الديزاين ستيبس، محتاجين ورقه فاضيه، ماشي، ممكن نكتب هنا الديزاين ستيبس. ركز معايا بقى، الديزاين ستيبس، اول حاجه هات لي الانرجي بتاعت الاير، ادي الخلايا الشمسيه، تاني ادي البي في، ادي الانفرتر، وادي اللود. ده اللود، وطبعا هنا في نقطتين دولت واصلين مع الجريد. اول حاجه هات لي الانرجي السنويه، يعني انت لو رايح تصمم مثلا لفيلا، رايح تصمم لمكان، هات لي الانرجي السنويه. اجيبها ازاي الانرجي السنويه؟ هات 12 وصل كهرباء بتوع السنه اللي فاتت وجمعهم، هات وصلين يكون الفرق بينهم بسنه، هات وصلين الفرق بينهم سنتين، وصلين يكون فرق القراءه بينهم 18 شهر او سنتين، واقسم. المهم في الاخر تقدر تجيب لي، يعني ممكن اقسم على 18 شهر يبقى ده المتوسط في شهر، اضرب في 12 جبت الانرجي خلال سنه. اتعب فيها شويه، يعني هتحاول تدور على وصلات الكهرباء بتاعت استهلاك المكان دوت خلال يير. خلي بالك الانرجي دي بتاعت اللود ده، الانرجي دي بتاعت اللود، يعني دي كده خاصه باللود. مفترض ديت بتساوي الباور اي سي في التايم. الباور اي سي في التايم. عندي الانرجي مثلا زي المثال بتاع المرجع، بيقول لي الراجل ده استهلك 3600 كيلو وات اور في السنه، هنشوف المثال دلوقتي. هقول ده بيساوي الباور اي سي بتاعته اهي، دي الاي سي باور اللي بدور عليها مضروبه في التايم. السؤال هنا، هل التايم 8760 ساعة زي ما كنا بنعمل في مواد الرينيوبل انرجي او المواد اللي هي الكونفرجن جنريشن، هل التايم، هل الشمس موجودة 8700؟ لا، ده انا التارجت بتاعي اغطي ال 3600 دوت في التايم بتاع الشمس. طب الشمس موجودة كام؟ دي هفصلها حتتين، هقول موجودة التايم بتاع البيك اور ابروتش في 365. ايه يا دكتور التايم بتاع البيك اور ابروتش؟ تاني هنرجع للجدول، اقول لك والله تيجي هنا تبص على الير، انت حاطط التلت ايه؟ يا ترى لاتيتيود ولا لاتيتيود ماينس 15 ولا لاتيتيود بلس 15 وليكن لاتيتيود. الاقي دي مثلا 6 في القاهره، خلاص قلنا 6 دي هفترض حاجتين. هفترض ان هي الباور ثابته عند 1 كيلو وات للمتر المربع، لكن التايم بتاع البيك اور ابروتش الشمس ثابته وعلى البيك بتاعتها لمده 6 ساعات. يبقى تيجي هنا هتقول والله 3600 دي هتساوي الباور اي سي التايم ده 6 ساعات في 365، وطبعا هيكون اقل من 8760.
خلي بالك الوحده هنا اورز، الوحده هنا بالاورز عدد ساعات، يبقى سيارتك هتحط بكيلو وات اور وديت بالاورز، هقدر اجيب من هنا الاي سي باور، الاي سي باور بس بوحده الاي سي باور بس بوحده الكيلو وات. يبقى دي اول خطوه هنشتغل بطريقه البيك اور ابروتش. انا هقول لك والله اعمل لي على لاتيتود 15، لاتيتود لاتيتود ماينس 15، لاتيتود ماينس بلس 15، هتروح تشوف المتوسط بتاع السنه من الجدول بتاع المكان دوت، وتعوض هنا بالتايم بتاع البيك اور ابروتش مضروب في 365. دي اول خطوه جيت الباور اي سي. طيب جبنا الباور اي سي، عايز اجيب الباور دي سي، مش اي باور دي سي، ده انا عايز اجيب الباور دي سي اس تي سي عند الستاندرد تيست كونديشن، بحيث اخد القيمه دي، اخد القيمه دي دايركت. اقول لك مثلا والله انا عندي طلع 2000 وات مثلا، اتخيل ان الرقم ده طلع 2000 وات، واقول لك والله انا عندي الخليه 100 وات، هنجيب من 10 خليه، هنوصلها سيريز ازاي، بارلل ازاي، ده الفيديو اللي جاي. لكن انا عايز اوصل لدي، ازاي اجيب الباور دي سي اللي هي موجوده هنا، الباور دي سي اهي عند الاكس اللي انا بعملها دلوقتي اللي هي بعد الخليه بالظبط، دي الباور دي سي، وعايزها كمان عند الستاندرد تيست كونديشنز، يعني عايزها القياسيه، بحيث ان انا اخد الرقم ده اقسمه على الريتد باور بتاعت الخليه اللي معروض عليا، مثلا طلع 2000 وعندي خليه مثلا 100 وات، يبقى اجيب منها 20، خليه 200 وات هجيب منها 10، خليه 50 وات هجيب منها 40 اند سو اون. هنوصلهم سيريز وبارل، وهنختار الانفرتر ازاي، لسه ما خلصش الجزء ده. ازاي اجيب الباور دي سي؟ الباور دي سي ديت هقول والله عباره عن الباور اي سي مقسومه على ايتا اوفرول، الكفاءه الكليه للسيستم. انت جبت الباور هنا، جبت الباور هنا، الحته اللي بشخبط فيها يا رب يكونوا مركزين معايا، الباور هنا انت جبتها هنا، انا عايز اجيب الباور هنا، اعمل ايه؟ الايتا اوفرول ديت حاصل ضرب اربع كفاءات. طبعا في كفاءه واضحه جدا 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 اللي هي ايتا انفرتر، يبقى تقسم على ايتا انفرتر، ايتا انفرتر غالبا فوق ال 90%، يعني معظم الانفرترز الجريد كونكتد، وده بيبقى الانفرتر بتاعه ككفاءه اعلى من كفاءه الانفرتر المستخدم في الاوف جريد، كفاءته هنا فوق ال 90%. ده لو انت حملته باكثر من 20%، يعني حملته، يعني مش منطقي انك مثلا هتلاقي ان الحمل 1 كيلو وات وتروح تجيب لي انفرتر 100 كيلو وات، انت جايب حمله بنسبه كام؟ 1%، لا ده كده كفاءته زي الزفت. لكن يقول لك لو انت حملته باكثر من 20%، ده شكل الكفاءه، هنشوف الكيرف دلوقتي، لو انت عديت 20% نسبه التحميل بتاعه، يعني لو الحمل بتاعك 2 كيلو وات هتروح تجيب انفرتر كام؟ هتلاقي معظمكم يا بيقولوا 2 كيلو، 2 كيلو ونص، 3 كيلو اند سو اون. لكن مش منطقي يكون 2 كيلو هيروح يشتري 20 كيلو او هيروح يشتري 10 كيلو. ده كده انت بتخاطر بحته الكفاءه. فالطبيعي ان احنا بنجيب مثلا انفرتر بتحمل لحد 100%، بتحمل لحد 80، لحد 90%، فالكفاءه دائما ابدا فوق 90%. لو جينا بصينا على الكيرف للتاكيد اهو، الكيرف بتاع الانفرتر ده، كيرف الانفرتر، هنلاقي ان الكفاءه، سيبك من التحميل لحد 20% بيرسنت من الفول لود، هتلاقي من بعد 20% الكفاءه تقريبا فوق 90%، يعني ممكن توصل ل 95، لكن كومنلي بتبقى 92 93 94 في الرينج دوت. ديت اول كفاءه، ديت اول كفاءه. طبعا دي المفترض انت بتصمم بتجيب الانفرتر، مثلا انفرتر تبع شنايدر، انفرتر تبع اي بي، مش لازم، ما بيعملش دعايه لشركه، لكن بتجيب الانفرتر وتشوف الايتا بتاعته بتساوي كام، هتلاقي غالبا اكبر من 92%. يمكن هنا في بعض الانفرترز، بس طبعا ديت خاصه بالسوق الامريكي، هوريك الجدول بتاع الانفرترز اللي موجوده في المرجع، هتلاقي الانفرترز هنا اهي، الانفرتر ده مثلا كفاءته كام؟ 92%، الانفرتر ده 94%، 95، 96، 94، يعني زي ما قلنا دي كفاءات الانفرتر، الافشنسي بتاعته بتوصل لحاجه و90%. طيب ايتا انفرتر ايه تاني؟ ايتا انفرتر في، انا قلت حاصل ضرب اربع كفاءات، هنقسم على اربع كفاءات، ايه هم الاربع كفاءات؟ ايتا انفرتر، ايتا انفرتر بس لا، ايتا ديرت نتيجه التلوث. الخليه لما يكون عليها مكتوب عليها 100 واط للمتر مربع ده وهي نظيفه، لكن مع وجود الاتربه، وجود الاتربه وتراكم الاتربه عليها والسطح بتاعها، ايه اللي يحصل للباور بتاعتها؟ الباور هتقل، لان براكتيكال المساحه المتعرضه للشمس قلت، فتلاقي الباور بتقل. طبعا لانها هتجيب لسيادتك فلوس، فانت هتهتم بالنظافه بتاعتها. فايتا ديرت بتبقى في حدود 97 او من 96% الى 97% عمليا. يعني احنا بنعوض بالرقم ده. ده جاست انك تعمل لها صيانه وانس بير مانس، يعني مره بس تطلع تنظف في الشهر، هتبقى الايتا بتاعتها في حدود من 96 الى 97.
الايتا اللي بعد كده ايتا مسماتش يبقى ايتا انفرتر. في ايتا ديرت ايه ايتا مسماتش ديت؟ هو انت متخيل لما انت تروح تجيب 20 خليه مكتوب عليهم 100 واط هل فعليا كلهم هيكونوا 100 واط؟ لا، ممكن تلاقي واحده بتطلع لك 99 واط، تلاقي الثانيه بتطلع 97 واط. ده عند الستاندرد تيست كونديشنز اللي هو عند سول راديشن ب 1000 واط للمتر مربع، وعند تمبريتشر للسيل نفسها بيكون 25. ممكن تلاقي واحده 102 مفيش مشكله، واحده 95 واط. دي بيسموها ميس ماتش، نتيجه اختلاف الكيرف. هل الكيرف بتاع الخليه الاولانيه زي الثانيه زي، حتى لو انت رحت شركه جبتها هتلاقي فيها ولو نسبه اسمها ميس ماتش، يعني مش هيطلع الباور اللي انت عايزه، في اختلاف بسيط جدا. مثال للميس ماتش عشان نفهم الميس ماتش ونرجع نكمل الكفاءه، يعني ايه ميس ماتش؟ المرجع حاطط هنا مثال لذيذ جدا بس هو طبعا مضخم قوي في الميس ماتش. ادي خليتين، الخليه ديت يا سيدي 180 واط، والخليه ديت برضو 180 واط، انت كده متخيل تحصل على كام؟ هتقول لي 360 واط. انا جايب خليتين، الواحده 180 و180، هقول لك والله لو الاثنين ايدنتيكال، لو الاثنين متطابقين 100% ساعتها هحصل على 360 واط. لكن المشكله في المس ماتش ان الخليه الاولانيه مثلا مديها لي ده 6 امبير، بتفضل ثابته على 6 امبير، والبيك عند 30، وبعد كده الفي اوبن سيركت بكام يا شباب؟ ب 42. وبالتالي لو ضربنا ال 30 في ال 6 يطلع لي 180 واط. راح جاب خليه من شركه ثانيه، الخليه ديت 5 امبير، بس ال 5 امبير ديت قصاد ال 36 فولت، لو ضربت 36 فولت في 5 امبير طلع لك 180 واط. لو حطينا الاثنين بارل، خلي بالك الكرنت هنا اي بتاع اللود او الاي توتال هيساوي اي 1 زائد اي 2. تعالى كده نرسم المحصله. عند الفي بصفر، هي اوريدي مرسومه، هنا بس انا عايز اشرح حاجات ازاي. عند الفي بصفر يعني انت لو عملت شورت سيركت هنا ساعتها ده الفي بصفر اهو، ده هيمشي لي كرنت كام؟ دي هتطلع لي 6 امبير. طب ودي هتطلع لي كام يا شباب؟ 5 امبير. يبقى انا كده هحصل على كام؟ 11 امبير. يبقى انا هديني 11 امبير. طيب ديت فاضله 6 امبير 6 امبير 6 امبير 6 امبير، ودي ثابته 5 امبير 5 امبير 5 امبير لحد الفولتج رقم 30. لحد ال 30 دي ثابته دائما ابدا على 6، ودي ثابته دائما على 5. يبقى لحد 30 فولت، لحد 30 فولت دي ثابته على 11 امبير. انت طبعا كنت متخيل ان البيك هيطلع، زي ما قلنا 180 180 360، كنت منتظر ان يطلع 360. بسبب الميس ماتش، لا مش هيطلع 360. طيب ايه اللي هيحصل؟ تعالى بعد كده ده ثابت على 6، ده ثابت على 5، لكن ده هيقعد يقل عند 36. بالمناسبه 36 في السنتر هنا بالظبط، هسيبها تحت اهي، ما بين ال 30 وال 42 36 في النص بالظبط. يعني انت لو طلعت عند 36 هنا هتلاقيها نسبه تناسب 3 امبير 3 امبير. يبقى عند الجهد 36، الاخ ده الخليه الاولانيه هتطلع لي 3 امبير 3 امبير، والثانيه مطلعه 5، يعني المحصله هيكون 8 امبير. هوصلها بالمنظر ده، عند 36 هتكون 8 امبير. لما اعمل اوبن سيركت، ده الفي اوبن سيركت 42 وده ال 42 الفي اوبن سيركت، وبالتالي هنا كلاهما هيكونوا عند الاوبن سيركت عند 42 فولت. السؤال هنا انا شاكك ان دي البي ماكسيمم او دي البي ماكسيمم. لو ضربت اهي ال 30 في 11 هتلاقي 330 واط، ولو ضربت 36 في 8 هتلاقيها 288 واط. يعني في الاخر البيك بقى بكام؟ 330. انت كنت منتظر كام؟ 360. اذا انت خسرت 30 واط بسبب الميس ماتش. طبعا في المثال ده هو مضخم قوي الميس ماتش، انت كده رايح جايب من شركه ورايح جايب من شركه ثانيه، طبيعي وانا بصمم يكونوا كلهم من شركه واحده، فالميس ماتش بيكون يعني عدم تناسب الكيرفز مع بعضها بيعمل لي ولو فرق بسيط. عشان كده عمليا بناخد الميس ماتش زي الديرت بالظبط. يبقى نرجع تاني للكفاءات، الصفحه دي مهمه جدا اللي هي الحته بتاعت اول خطوه في الديزاين. الخطوه الثانيه في الديزاين بحث الدوت، ايتا اوفرول هتساوي ايتا انفرتر. ايتا انفرتر بنحطها مثلا 92% 94 على حسب الداتا شيت بتاعت الانفرتر. ايتا ديرت، ايتا ميس ماتش بنحطها من 96 الى 97%، ثم ايتا تمبريتشر. حاصل ضرب اربع كفاءات. يمكن انا كنت قلت قبل كده تاثير التمبريتشر لكن هعيد عليها بسرعه.
الايتا اوفرول ديت عمليا الايتا اوفرول ممكن تحطها بثلاث ارباع. يعني انت لو شغال ومش عايز تريح دماغك لسه احسب ايتا انفرتر وايتا ديرت وايتا مس ماتش وايتا تمبريتشر، لا ممكن نحطها على طول بثلاث ارباع ده كامبيريكال كحاجه عمليه. اوكي يعني ساعتك بعد ما تحسب الباور اي سي اقسم الاي سي اقسمها على ثلاث ارباع يدي لك الباور دي سي. تعالى هنا اتكلم، بس انا بدور على حته فاضيه اتكلم فيها على تاثير التمبريتشر وليكن في الجزئيه دي. ايه تاثير التمبريتشر؟ احنا قلنا كل ما التمبريتشر بتزيد دي كارثه، الباور اوتبوت بتقل مثلا بمقدار من تلت تقريبا الى نص في الميه. تزيد عن كام التمبريتشر كل ما تزيد اباف ال 25 درجه سيلسيوس اللي هي الستاندرد بتاع التمبريتشر. طب ايه درجه حراره السل بكام؟ قلنا التي سيل كنت قلتها في الفيديو اللي قبل كده، التي سيل بتساوي التي امبيانت زائد الان او سي تي. هتلاقيها في الداتا شيت بتاعت اي خليه شمسيه لازم يقول لي النورمال اوبريتنج سيل تمبريتشر ناقص 20 على 0.8 في السولار راديشن بيتعوض عنه هنا بالكيلو وات للمتر المربع. قلت لك والله ده بيحصل باور ريدكشن، بيحصل باور ريدكشن بمقدار نص مثلا في الميه لكل زياده في درجه السليزيس. وديت لك الان او سي تي مثلا ب 45 درجه حراره الجو، نقول مثلا درجه حراره الجو وليكن 25 درجه سليزيس درجه حراره الجو مش السل. يبقى التي سيل هتساوي كام؟ يبقى التي سيل بتاعت سيادتك هتساوي الامبيانت 25 زائد الان او سي تي بتاعت الخليه ديت 45 ناقص 20. القانون ده امبيريكال وهبعده لكم جيفن في الامتحان. هقسم على 0.8 واضرب في السولار راديشن. الاقي بعض الناس يقول لي السولار راديشن مش جيفن، هو كام؟ يبقى انت مش مركز. احنا قلنا نشتغل بطريقه البيك اور ابروتش. ده معناه ان السولار راديشن بكام؟ بواحد كيلو وات للمتر المربع. واحد كيلو وات للمتر المربع. يبقى اتعوض ديت بواحد كيلو وات، دي دائما واحد كيلو وات علشان انت شغال بطريقه البيك اور ابروتش في الديزاين بتاع سيادتك. يبقى دي بتاعت السيل هتساوي 25. 25 على 0.8 يعني 25 على 0.8 هتضرب في 1 وربع يعني تقريبا 31 درجه، دي تقريبا 31 درجه و25 تطلع لي 51 درجه سليزيس. ركز معايا، يبقى درجه السل 51. اذا دلتا التمبريتشر الستاندرد بتاعت السل 25، الستاندرد بتاعت السل دي لازم تبقى حافظها. يبقى انا زدت قد ايه؟ 51 ناقص ال 25 بتاعت السل زدت بمقدار تقريبا انا اسف دي تطلع 56. يبقى 56 56 ناقص 25 يطلع لي 31 درجه سليزيس. كل ارتفاع مقدار 1 درجه سليزيس بيقل نص. اذا الباور ريدكشن هتقل بمقدار قد ايه؟ اضرب ال 31 في نص يدينا 15.5%. 15.5% اذا هيحصل ريدكشن. خلي بالك ده بسبب تاثير التمبريتشر فقط، هيحصل ريدكشن مقداره 15.5%. اذا بمبدا الكفاءه، بمبدا اقلبها ككفاءه، يبقى الكفاءه بتاعت التمبريتشر بكام؟ 100% ناقص الرقم ده يعني يطلع لي 84.5%. يبقى ترجع ايتا اوفرول، قلنا تاني الباور دي سي اس تي سي بتساوي الباور اي سي على ايتا مس ماتش، قلنا بنحطها 96 او 97% يعني 0.96 او 0.97. ايتا ديرت بسبب تراكم الاتربه هنحطها 0.96 او 0.97. ايتا انفرتر هتبقى 92% الى 95% ممكن نحطها 0.95 او المفترض بنجيبها من الداتا شيت. يعني براكتيكال انت بتفترض دي ودي بس، لكن دي من الداتا شيت. ايتا تمبريتشر بتروح تجيبها تحسبها زي ما انا اديت لك مثال بالمنظر ده، بشوف متوسط درجه الحراره، متوسط درجه الحراره على مدار السنه في القاهره بكام، الان او سي تي بتاع الخليه الشمسيه اللي هستخدمها، الان او سي تي بتاع الخليه الشمسيه اللي هستخدمها بكام، وعوض في الفورمولا دي. بعد كده اشوف الديفرنس، طبعا هتلاقي في خلايا هوريكم بعض داتا شيت في فيديو، هتلاقي في خلايا يكتب لك كده بتقل 0.38 سليزيس انا اسف بيرسنت نسبه يعني لكل درجه سليزيس، يعني بتقل 38% لكل زياده في درجه الحراره. ساعات يقول لك 0.5 يعني نص لكل زياده، فهضربه في نص، هضرب 0.38. طبعا 0.38 دي محترمه جدا، خليها كويسه جدا، يعني تقريبا كل ارتفاع 3 درجات هيقل 1%. لكن لو حاجه صيني مثلا بنص ولا حاجه، فنص دي كارثه، لان كل ارتفاع درجتين فوق ال 25 هيقل 1%. طبعا اهم فاكتور في الاربعه، اهم فاكتور صراحه في الاربعه هي ايتا تمبريتشر، وهي اللي وقعت الكفاءه الكليه. انت ليه قلت لي ايتا اوفرول ممكن ناخدها ب 75%؟
لان تقريبا ايتا تمبريتشر، ايتا تمبريتشر بحدود هي دي اللي بتوقع الشغل كله. فهو قال لي في الاجابه في المرجع، لما رحت اكدت منها من المرجع بس، قال لي في المرجع لاتيتيود ماينس 15. فلاتيتيود ماينس 15، اذا لو بصيت على الجدول بتاع الولايه ديت هلاقيها طبعا على مدار السنه ب 5.7، قلنا ال 5.7 دي هقسمها حتتين، قال والله ديت موجوده 5.7 اورز بير داي في اليوم، والسولار ثابته على 1 كيلو وات للمتر المربع. يبقى دي هتساوي الباور اي سي في 5.7 في 365 يوم، يطلع الباور اي سي اعتقد 1.73 كيلو وات. ده الباور اي سي. عايز اجيب الباور دي سي، عايز اجيب الباور دي سي، هقول والله هي عباره عن الباور اي سي مقسومه مثلا على 0.97 اللي هي ايتا مس ماتش، مقسومه على 0.96 وليكن ايتا ديرت، دي ايتا ديرت، مقسومه على ايتا بتاعت الانفرتر. هو مديها لي جيفن في المثال اللي بعد كده، قال لي 0.95، بعد كده مقسومه على ايتا تمبريتشر. ايتا تمبريتشر ديت بقى هي اللي هتتعبنا شويه. ليه؟ هروح للمرجع تاني، هلاقيه بيقول لي في المرجع، بيقول لي هنا مديني هو مثال حتى، بيقول لي ال ان او سي تي بتاعت الخلايا الشمسيه اللي هو نورمال اوبريتنج سيل تمبريتشر 47 درجه، الباور بتقل بمقدار 0.5% لكل زياده في درجه الحراره اباف الاس تي سي اللي هي 25 درجه. بقول لي لو عرفت ان الانفرتر 90%، لو الانفرتر 90% وديرت لوس 4% معناها ان الايتا ديرت 96، الميس ماتش 3% معناها ان ايتا ميس ماتش هنحطها ب 97%، يبقى اذا عندي 97 ودي 96، لكن دي هنحطها بنسبه 90%. فاضل لي بس احسب الايتا بتاع التمبريتشر. هقول والله التي سيل بتساوي التي امبيانت، هو مديني التي امبيانت ب 20 درجه في الجدول بتاع اللوكيشن دوت، فحطيتها ب 20، الان او سي تي ب 47 ناقص 20 والبوينت 8، ودايما السولار راديشن ثابت لان احنا شغالين بطريقه البيك اور ابروتش. طلعت 53.8، 53.8 فوق ال 25 درجه بتاعه الستاندرد بكام؟ 53.8 هتلاقيها 28.8، 28.8. طيب كل زياده درجه هنقل 0.5%، اذا 28.8 ضربتها في نص يبقى 14.4% ريدكشن. 14.4% ريدكشن ده مبدا الكفاءه، يبقى الكفاءه 85.6. يعني هنا الريدكشن اهو قال لي في الاخر، يبقى اقدر اقول طبعا لو افترض ان هو 1 كيلو وات، لكن ده مبدا الكفاءه 85.6%، ده هو افترض هنا ان الداخل 1 كيلو وات، سيبك من الحته ديت، 85.6%. يبقى عندي اربع كفاءات، واحده 96، واحده 97، واحده 90، وواحده 85.6%، ديت هي ايتا اوفرول. اقدر اجيب منها الباور دي سي اس تي سي، عشان اجيب عدد الخلايا هقسمها على الباور بتاعت الخليه واجيب العدد، ودي هنشوف الفيديو اللي جاي ازاي اجيب الخلايا واتوصف ازاي اوصلها سيريز او اوصلها بارل مع الانفرتر. هكتفي بالجزء ده عشان زمن الفيديو، وهنكمل في الفيديو اللي جاي. جزاكم الله خيرا.